السلام عليكم، دلوقتي نشوف مع بعض برنامج سيتي انجن. ده برنامج متخصص في عمل منطقة حضرية أو مدن. بتبدأ تختار الحاجة اللي أنت متعود عليها، الـ resources اللي تقدر تحمل الملف بتاعك، تختار الشكل اللي أنت عايزه next، وتبدأ تختار الـ rules اللي أنت تشتغل عليها. هيبدأ يفتح لك المشروع بتاعك ويبدأ يحط لك المباني. طبعا انت ممكن تبدأ تقول لا انا عايز انا حاجة فاضية وانا اعملها براحتي، ابنيها بمزاجي. ويقول لك اوكي، طيب دلوقتي هبدأ أعمل زوم دوت. طيب خلينا نيجي مثلا في المكان دوت، هاجي هنا أتأكد إن الإعدادات اللي موجودة هي الإعدادات اللي أنا متعود عليها. أقول له أنا عايزها هنا، بيقول لي عايزها على زي أي برنامج. أقول له الريفت لأن أنا شغلت عليها أكتر حاجة. أبلاي أوكي على أساس أني اللي يعمل زوم وكده. طيب دلوقتي لو انا عايز ارسم طريق هقول له بولجن ستريت، وهبدا ارسم الشارع بتاعي بالشكل دوت. اوتوماتيك اول ما قفلت الشكل بتاعي راح رسم لي مجاوره او رسم لي منطقه فيها مباني واماكن خضراء وهكذا. اقدر اعمل سيلكت كده، ممكن اعمل سيلكت مثلا على الشارع دوت واجيب الخصائص بتاعته كلها هنا عشان اقدر اعدل فيها. ممكن اقول له انا عايز اعمل اديت للستريت، فيبدا يجي لي بالشكل دوت، فاقدر اعدل الشكل اهوت. تقدر تعمل سيلكت على اي نقطه وتغير الارتفاع بتاعها، الموف تول يبدا يجيب لك الاكس والواي والزد بحيث تعمل في ارتفاع كده يبقى في انحدار في المشروع بتاعك. اي مكان تقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا فيرجن ستريت كرييشن، تقفل الشكل دوت اهوت. الشكل دوت تقدر تعمل سيلكت على العناصر ديت وتبدا تخليها يعمل لك جنريت ليها. ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا بوليجن شيب اهوت. لو انت عايز ترسم شكل مش عايز ترسم الشوارع من حواليه، طيب بعد كده تعمل سيلكت عليه، تيجي هنا جنريت، يبدأ يحول لك الشكل دوت لموديل، يقول لك اختار الشكل اللي انت عايزه اعمله بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت عليه في اي وقت اهوت، يبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه. تقدر تقول له لا ده الرولز دي انا عايز اعملها رولز تانية مثلا ديت. طب ده الديفولت ستايل، انا عايز اغير الستايل الموجود. ده اوفيس بيلدينج، لا طب انا عايزها اوبن سبيس، تبدأ يجيبها لك كلها شجر بالشكل دوت. الهاي فاكتور بتاعي تقدر تكتب الهاي فاكتور اللي انت عايزها. تمام، خلينا مثلا نختار مثلا هاي ريس بيلدينج، تقدر تعدل الرقم ده زي ما انت عايز اهوت. طب خليها مثلا 5. الشو تري عايز تشوف شجر ولا لأ؟ طب موديل، طب اناليتيك بالشكل دوت. الماكسيمم زوم قد ايه؟ تقدر هنا تدخل تشوف الإضاءة، عايزها سولار انجل ولا عايزها بالتايم. تقدر تحدد الساعة كام اهوت، التايم زوم بتاعك قد ايه. الشهر امتى، السولار قد ايه، وهكذا. تقدر تشوف الاعدادات بتاعت الشمس والرطوبة والظل والجودة بتاعتها. ممكن تقول له هاي مثلا او اقل او كده حسب احتياجك. ممكن يكون الجهاز بتاعك يستحمل او لأ. طيب انا عايز اشوف الماب لاير ولا لا، عايز اشوف الجراف نتورك ولا لا، عايز اشوف الشيب الاشكال الموجوده ولا لا زي دوت.
اللي هي لسه محولناهاش للشكل بتاعنا. تيجي هنا بس تقول له رولز، وبعد كده تقول له جنريت، هيبدأ يعمل لك الشكل اهوت. تقدر تقول له انا عايز اشوف الموديل ولا لا. طيب تقدر تقول له ايزوليت سيليكشن، يعني الحاجة اللي انت عاملها بس هي اللي تبقى ظاهرة، مثلا الشكل دوت، هتقول له ايه ايزوليت سيليكشن، فده بس اللي يبدأ يظهر وتبدأ تتعامل معاه انفورميشن ماتيريال وكل الحاجات ديت. ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل بايثون، فالبايثون ده يفيدك السكريبت ده، تقدر تضيف حاجة مثلا بالبايثون بحيث ان تبرمج الحاجة اللي انت عايزها. تقدر تقول له مثلا عايز تشوف الكاميرا نفسها العدسة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي بالشكل دوت، تقرب وبعد. ممكن تقول له ده البوك نيم، يعني اللقطة دي عايز احتفظ بيها بحيث في اي وقت تقدر ترجع لها. تمام، تقدر تقول انا عايز ارجع اللقطة دي، تقدر تقول له هات لي اللقطات وابدأ اشوف الكاميرا هتبقى موجودة فين، البوزيشن بتاعتها والروتيشن، بحيث ممكن احتفظ بأكتر من لقطة، او ده يعمل زوم على الحاجة اللي انت عامل عليها سيلكت. هنا بقى ممكن اقول له انا عايز اشوف شيدد، عايز اشوف واير فريم، عايز اشوف الواير فريم اون شيدد. تمام، يبدأ يظهر، نلغيها احسن. عايز اشوف ال دي الاعداد بقى، عايز اشوف الجريد، عايز اشوف الاكس، عايز اشوف الكامباس، النافيجيشن ديسبلاي، وهكذا.